كان سيدنا داود عليه السلام في أول صباه عندما قامت الحرب بين طالوت وجالوت، وكان له الكرم من الله أن قتل جالوت. وكان طالوت قد أعلن أنه من يقتل جالوت سيزوجه ابنته ويقاسمه في حكمه. وبعد انتصار سيدنا داود عليه السلام على جالوت بدأ بخوض المعارك والانتصار بها، وبدأت المكائد من حوله. فخرج من القرية باحثا عن مكان يجد فيه الأمان، فما كان من بعده إلا أن اجتمع بنو إسرائيل على أن يعود سيدنا داود عليه السلام ليحكمهم بعد موت طالوت. إنما يفعله داود عليه السلام من أجل صلاح بني إسرائيل لا ينكره إلا جاحد. فلقد أقام العدل بين الناس وأعطى كل ذي حق حقه، وأقام دولة قوية لا يستطيع أعداؤنا أن ينالوا منها. ورغم كل هذا فداود النبي عليه السلام لا يكف عن مناجاة ربه. وها هي المعجزات تتوالى كلما قرأ داود عليه السلام. وظل داود عليه السلام يعبد ربه، فكان إذا قرأ في الزبور وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام كانت الطيور والجبال تسبح مع داود عليه السلام من شدة التأثر بجمال صوته، حيث كان يقرأ الزبور بسبعين طريقة مختلفة. وكان أفضل الصيام صيام داود، فقد كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يتوقف عن الذكر والصلاة. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ومن معجزات داود عليه السلام أن الله تعالى ألان له الحديد، فلقد كانت من المعجزات الباهرات. كان الحديد يلين في يده من غير نار يصنع منه الدروع، وكان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده رغم أنه كان نبيا وملكا. وأوشك أن يولد سليمان عليه السلام ليكمل سلسلة الأنبياء المباركة وليرث داود عليه السلام. وولد سليمان عليه السلام في أورشليم عام 985 قبل الميلاد، وكانت فرحة كبيرة من بني إسرائيل تملأ أورشليم لميلاد سليمان عليه السلام. ولم يكن سليمان عليه السلام هو أكبر أبناء داود، ولكنه كان أحكمهم. فقد عرضت قضية على أبيه داود عليه السلام بين راع للغنم قد دخلت خرافه لأرض رجل قد تعب في زراعة أرضه وأفسد قطيع الغنم الأرض، فاحتكم لسيدنا داود عليه السلام. أين ذهبت أيتها الأغنام؟ ضاع ثمري وزرعي، أغنامك أكلت ما شقيت في زراعتي طال العام. لم أقصد يا صاحب المزرعة. حسنا، إذن سأذهب إلى داود عليه السلام ليحكم بيننا. فسمع داود عليه السلام لشكوى صاحب المزرعة. يا نبي الله، لقد أكلت أغنام هذا الرجل زرعي وثماري. فقضى داود عليه السلام بالغنم لصاحب المزرعة تعويضا له، إلا أن سليمان عليه السلام قضى بأمر آخر. لقد قضى سليمان عليه السلام لصاحب المزرعة بأن يأخذ الغنم ويستفيد بألبانها وخيرها، وأن يقوم صاحب الغنم بزراعة الأرض لتعود لصاحبها كما كانت. وبارك داود عليه السلام هذا الحل من ولده الذي يبلغ الآن من عمره 11 سنة. لقد أتاه الله الحكمة مثل أبيه، فسليمان عليه السلام يشبه والده في خصاله النبيلة. لقد عادت لك أرضك يا أخي صالحة مورقة. نعم هذا صحيح، لقد عادت أرضي صالحة ومورقة من جديد. حسنا إذن، وها هي أغنامك لم ينقص منها أي شيء، بل أطعمتها وسقيتها، تفضل.
اللهم احفظ داود وسليمان عليهما السلام. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وفي ليلة كانت سيدتان تجلسان تحت شجرة ومعهما رضيعيهما فهجم ذئب وأكل أحد الرضيعين واختلفت السيدتان أن الطفل لها. إنه ولدي، إنه ولدي أنا، بل هو ابني أنا، ولدك قد أكله الذئب. فلنذهب إلى نبي الله داود عليه السلام ليحكم بيننا وليعيد إلي ولدي. ووقفتا أمام داود عليه السلام ليحكم بينهما. إنه ولدي يا نبي الله، لقد تركت ولدها للذئب فاختطف. إنه ولدي، أقسم بالله الواحد الأحد، إنه ولدي يا نبي الله. فحكم داود عليه السلام للكبرى بالولد. ولدي، عاد لي ولدي. يا رب أظهر الحق على يد سليمان عليه السلام، فلقد خدعت هذه الكاذبة نبي الله داود عليه السلام. فإذا بسليمان عليه السلام أمامهما فعرف ما كان فأعادهما مرة أخرى. وهذه أيضا من المواقف التي ظهرت فيها حكمة سيدنا سليمان عليه السلام، وأمر سليمان عليه السلام أن يأتوه بسكين ليقسم الطفل بينهما. وأنا أوافق على اقتسام الطفل بيننا. لا لا، أعطها الطفل ولا تقسم ولدي، أعطوها إياه، حسبي الله ونعم الوكيل. فعرف سليمان عليه السلام من هي أم الرضيع فأعطاه للصغرى. ولدي، ولدي حبيبي، عدت إلي، عدت إلى حضن أمك. وبعد أن أسس داود عليه السلام بناء راسخا لبني إسرائيل وأقام جيشا قويا يدافع عنها، حانت لحظة النهاية وحان الفراق، وجاء ملك الموت عليه السلام لداود فقال له داود عليه السلام: أنت والله ملك الموت. فقبضت روح داود الطاهرة ومات عليه السلام. مات داود عليه السلام بعد 100 عام من العطاء والحب والإنفاق في سبيل الله والعبادة والصوم والصلاة وقيام الليل والدفاع عن الحق. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى.